أهلا بكم، هذه نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة سما الفضائية، والبداية دائما بالعناوين. للمرة الثانية منذ بداية العام تمرين مشترك للقوات الجوية السورية والروسية يحاكي التصدي لطائرات معادية. لافروف في أنقرة: موسكو أعلنت استعدادها لضمان مرور سفن الحبوب الأوكرانية، وروسيا ترفض الاتهامات الغربية والأوكرانية لها في أزمة الغذاء. وتوترات في آسيا تتصاعد، الولايات المتحدة تهدد برد سريع وقوي على أي تجارب نووية لكوريا الشمالية. أهلا بكم من جديد. أرسلت القوات الجوية السورية والروسية رسالة عسكرية وسياسية هامة لكل من يعنيه الأمر من الأطراف الساعية لتنفيذ أجنداتها العدوانية بحق السوريين، سواء على الحدود الشمالية أم في الجنوب، حسب مصادر إعلامية، حيث أعلنت وزارة الدفاع في البلدين عن إجراء مناورات جوية مشتركة امتد مسارها على طول مرتفعات الجولان السوري المحتل والأجزاء الجنوبية والشرقية والشمالية من الجمهورية العربية السورية. في إطار التنسيق والتدريب المشترك بين الجيشين الصديقين السوري والروسي، نفذت القوات الجوية السورية بالتعاون مع القوات الجوية الروسية تمرينا تدريبيا ليليا نهاريا شاركت فيه طائرات روسية من طراز سو وطائرات سورية من طراز ميك، حيث شاركوا في التصدي لطائرات معادية وهمية وطائرات من دون طيار اخترقت الأجواء السورية. وتم خلال التمرين التعامل مع الطائرات المعادية الوهمية من قبل الطيارين السوريين بتغطية ودعم من الطيارين الروس، حيث تم رصد الأهداف المعادية المفترضة وتدميرها بشكل كامل، إضافة إلى إصابة أهداف جوية ليلا لأول مرة. كذلك وجهت القوات الجوية الروسية رسائل مهمة وذات دلالة لنظام أردوغان بتسيير حوامات عسكرية ومقاتلات على خطوط التماس التي تفصل مناطق انتشار الجيش العربي السوري وهيمنة ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية قسد من جهة، ومناطق سيطرة جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من جهة أخرى، وذلك في مناطق شرق وغرب الفرات. وفي منطقة خفض التصعيد شمالي غربي البلاد، بيّن مصدر ميداني غير رسمي أن وحدات الجيش العاملة بريف حماة الشمالي الغربي استهدف بالمدفعية والصواريخ مواقع لتنظيم جبهة النصر الإرهابي وحلفائه في محاور التماس بسهل الغاب الشمالي الغربي، في حين دكت وحدات الجيش العاملة بريف إدلب نقاط تمركز للإرهابيين بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي إثر اعتداء إرهابيين كانوا اعتدوا برشقات الرشاشة والصواريخ على نقاط عسكرية في خرق جديد ومتكرر لاتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة، ما دفع الجيش للرد عليهم. وفي البادية الشرقية لفت مصدر ميداني إلى أن الجيش استهدف بصواريخ موجهة تحركات مؤللة للدواعش على الطريق الواصل بين مدينتي السخنة وتدمر ببادية حمص الشرقية، وهو ما حقق فيها إصابات مؤكدة.
وحسب صحيفة الوطن المحلية فإن الاحتلال التركي ومرتزقته امتنعا في الأثناء وبرغبة وضغط روسيا عن إطلاق القذائف المدفعية والصاروخية باتجاه المدنيين في أرياف الحسكة، والتي شهدت على مدار أشهر استهدافا مكثفا لقراها وبلداتها الواقعة تحت نفوذ قسد. ومنذ وعيد أردوغان بغزو المنطقة في تشرين الأول أكتوبر الماضي، رغم ذلك صعد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من قصفهم المدفعي وبالأسلحة الثقيلة نحو قرى ريفي منبج الشرقي والغربي. ولليوم الثاني على التوالي مصادر أهلية في منبج بيّنت أن ريف المنطقة الحيوية الشرقي والغربي شهد تسخينا وتصعيدا مستمرا من جيش الاحتلال التركي ومرتزقته انطلاقا من القواعد المتمركزة في قرى غرب المنطقة كالزرزور والكريدية وقيراطة والشيخ ناصر والأشلي. الأمر ذاته شهده ريف حلب الشمالي الأوسط، حيث استمر الاحتلال التركي بتصعيده العسكري بعدما نفذ رمايات مدفعية وصليات صاروخية نحو قرى حربل وأم القرى والسموقة. واصلت اللجان المعنية استقبال المطلوبين من المدنيين والمتخلفين عن خدمة العلم والفارين المشمولين بعملية التسوية في محافظات دير الزور والرقة وحلب. ولفت مراسلون إلى أن اللجان المعنية بالتسوية في تعاون مستمر ووثيق مع الوجهاء وشيوخ العشائر والجهات المختصة لضمان انضمام جميع المشمولين بها، تمهيدا لإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية في المجتمع وبين رفاقهم العسكريين. أحب نشكر سيادة الرئيس على الفضل اللي عملناه مكرم لأهل دير الزور، أنه يعودون ويرجعون مثل أول وأحسن إن شاء الله، وسوريا إن شاء الله تكون قادرة على التماسك ببنية كامل بنية الشعب السوري، وإن شاء الله نكون ضد الإرهاب وضد التطرف وضد العنصرية ونكون شعب متماسك بإيد واحدة. نشكر سيادة الرئيس على المكرمة الجيدة التي عادت أبناء هذا البلد اللي خارج القطر وخارج المنطقة، عادوا إلى بلدهم دير الزور، دير الزور درة الفرات، وعادوا وبلشوا يأتون هم وعائلاتهم إلى ديارهم دير الزور. إنه تعود العالم، اللي يشتغل بيته، اللي يفلح أرضه، اللي يعني ما في أحلى من هالمكرمة يعني. مكرمة السيد الرئيس كثير منيحة للشباب، إنه بيرجعوا بيفتحوا صفحة جديدة لبلدهم، إنه بيرجعوا حتى من إنه مثلا من المناطق اللي يعني على تركيا مثلا بيرجعوا أو بغير مكانات، إنه بيرجعوا يستفيدوا منه الجيش العربي السوري، بينضموا للصفوف تاع نرجع نعمرها من جديد وتكون حياة جديدة للسوريين. إن شاء الله يجمعنا على الخير، إن شاء الله دوم، إن شاء الله يجمعنا ببلدنا ويحفظ بلدنا من كل شريان. نعم الله يجزاه الخير إن شاء الله، وترجع الشباب كلها إن شاء الله، وما يضل على أحد شيء إن شاء الله. بهدف تأمين المزيد من مياه الشرب في فصل الصيف لأهالي محافظة الحسكة، تم إدخال محطتي تحلية للمياه لتكون رديفا لمحطة علوك أو بديلا عنها في حال وقع أي طارئ. سلسلة من الإجراءات الحكومية المتخذة لتأمين مصادر رديفة وبديلة لمحطة علوك للمياه بعد الدخول في فصل الصيف وتضاعف الاحتياج لاستهلاك المياه، وبعد الانتهاء من تركيب 20 محطة، 4 منها من تنفيذ شركة إيرانية والباقي بدعم من منظمة اليونيسف والهلال الأحمر، مع إدخال أول محطتين للخدمة واستخدامها عند الحاجة أو انقطاع الوارد من علوك. عمدنا إلى حفر الآبار في مدينة الحسكة وإلى استقدام محطات التحلية التي هي 20 محطة تنتج مياه صالحة للشرب تستخدم فقط في حالات الطوارئ. عندما تنقطع هذه المياه سنقوم بتقديم المياه الشرب فقط للأخوة المواطنين في مدينة الحسكة. نأمل أن تستثمر بالشكل الصحيح، ونأمل أن تكون فقط لحالات الطوارئ. عندما تنقطع المياه نقوم بتشغيل هذه المحطات. محطات التحلية هن 16 محطة مقدمة من المنظمات، غزارتها 1.5 متر مكعب بالساعة، يعني بغزارة يومية تقريبا شيء 30 إلى 35 متر مكعب باليوم. إن شاء الله راح تم تشغيلها في حالات الطوارئ فقط. هاي المياه اللي خارجة منها هي مياه
نقية وصالحة للشرب وضمن المواصفات القياسية السورية، لا بل هي أحسن نوعية ونقية من المياه المعدنية التي تباع بالأسواق المحلية حقيقة. يعني تم حفر آبار في العام الماضي والعام الحالي ما يقارب من 55 إلى 60 أمبير على مستوى جغرافية مدينة الحسكة من قبل المنظمات الدولية، والتواصل المستمر أيضا مع المنظمات الدولية كون الآبار غير صالحة للشرب. تم الاتفاق معهم على إقامة 20 محطة تحلية على مستوى مدينة الحسكة. وتتركز الجهود الحكومية على الاستفادة من عمل المنظمات الدولية لتوفير مصادر مياه إضافية تكون رافدا وداعما لمحطة علوق بعد إنجاز الآبار العشرين بجودة جيدة. اليوم نفذنا مجموعة من محطات التحلية وعددها 20 محطة، 4 تقديمة الشركة الإيرانية و16 تنفيذ اليونسف مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري. تم عن طريق الوزارة التعاقد مع شركة منفذة إيرانية لتقديم 4 محطات، كل محطة بسعة 7 متر مكعب بالساعة، يعني 7000 لتر بالساعة. تم تجهيز هذه المحطات بشكل كامل بمساعدة الشركة المنفذة. نحن كشركة ملتزمين مع المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بمواضيع الصيانة الدورية، بفحص الماء بشكل يومي وأمور المعالجة. يشكل توفير المياه والاستعداد لأي طارئ في محطة علوق هاجسا حكوميا لإيجاد بدائل مؤقتة تسد أي طارئ في حال توقف ضخ المياه من المصدر الأساسي في علوق. أيهم مرعي، لقناة سما، مدينة الحسكة. جددت بحرية الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة المحاصر، وذكرت وكالة وفا أن بحرية الاحتلال اعتقلت 2 من الصيادين في بحر غزة واستولت على مركبهما بعد الاعتداء عليهما. وتستهدف بحرية الاحتلال الصيادين بشكل يومي لمنعهم من ممارسة مهنتهم التي تعد مصدر رزقهم الوحيد في ظل الحصار الجائر المفروض على القطاع منذ سنوات، حيث اعتقلت العشرات منهم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيا في مناطق عدة بالضفة الغربية. وفيما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينية مشهدا لشاب فلسطيني يستولي على سلاح جندي إسرائيلي جنوبي الخليل وينسحب بسلام، ذكرت وكالة وفاء أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن نابلس وجنين وطوباس وطول كرم وبلدات وقرى نعلين والمغير وبيت ريما في رام الله والبيرة وبيت فجار جنوبي بيت لحم. وتعليقا على انتخاب سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، عمت حالة الاستياء صفوف الفلسطينيين وأكدوا على أنه بموجب هذا التطور سيرأس مجرم حرب اجتماعات الجمعية العامة ويشارك في وضع جدول أعمال مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد شغل إردان سابقا منصب وزير الأمن الداخلي في حكومة الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، ويأتي تعيين أردان بعد انتخاب الكيان الصهيوني للخدمة لأول مرة كعضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وانتخاب الإسرائيلية أوديلا فيتوسي للخدمة في لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالإعاقة. كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن المباحثات الإيرانية السعودية التي جرت في بغداد وصلت إلى مراحل متقدمة، ولفت الكاظمي إلى أن العراق لعب دورا مهما في تقريب وجهات النظر بين الدول الإقليمية من خلال استضافة الحوار بين السعودية وإيران. حوار السعودي الإيراني وصل مراحل متقدمة جدا، وهذا من الطبيعي أن يحتاج وقت طويل لإعادة بناء الثقة بين دولتين كانت اجتهادات في ملفات عديدة، ولكن بكل تأكيد قريبا إن شاء الله نسمع أخبار طيبة فيما يخص العلاقات الإيرانية السعودية، وهذا في انعكاس لاستقرار المنطقة وفي انعكاس كبير على الوضع في العراق، بالخصوص السعودية وإيران جارتين مهمتين إلى العراق.
أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة المدنية العسكرية لمنطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف أن الاستفتاء حول انضمام المنطقة إلى روسيا سيجري في العام الجاري، مضيفا أن التحضيرات له قد بدأت. وقال روغوف في حديث لوكالة نوفوستي، تم اتخاذ قرار موحد لبدء الاستعدادات لإجراء استفتاء في منطقة زابوروجيه حول الانضمام إلى روسيا، وسيجري الاستفتاء هذا العام، وستستغرق التحضيرات عدة أشهر. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر هائلة في العتاد العسكري والأفراد، وفقدت أكثر من 300 من عناصرها وست دبابات وأربع راجمات صواريخ خلال 3 أيام من القتال في مدينة سيفياتو غروسيك. وسائط الدفاع الجوي أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز ميك 29 ومروحية ميك 8. القوات الجوية الروسية دمرت 8 دبابات وراجمتي صواريخ غراد، وقضت على أكثر من 160 من المتطرفين الأوكرانيين. القوات الأوكرانية تكبدت خسائر هائلة في العتاد العسكري والأفراد، وفقدت أكثر من 300 من عناصرها وست دبابات وأربع راجمات صواريخ خلال 3 أيام من القتال في سيفياتوغورسك. كذلك نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو تظهر عمل طواقم الحوامات الضاربة الروسية من طراز مي 35 التابعة للدائرة العسكرية الغربية ضمن سير تنفيذ العمليات العسكرية الخاصة لحماية دونباس. وقالت الوزارة إن مروحيات مي 35 نفذت العديد من المهمات القتالية وتمكنت من تدمير مقرات قيادة وآليات مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية. هذا وقد بثت وكالة ريا نوفوستي لقطات فريدة للمعركة بين الجيشان الروسي والأوكراني، والتي تم خلالها تصفية مجموعة من المخربين الأوكرانيين، حيث قتل 2 وجرح 1. صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن الأمم المتحدة لا تستطيع تأكيد صحة اتهامات أوكرانيا لروسيا بنهب الحبوب الأوكرانية. وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحفي، نحن على اتصال بمكتب برنامج الأغذية العالمي وهم لم يؤكدوا صحة تلك الاتهامات. ومن أنقرة أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استعداد روسيا لحماية السفن المحملة بالحبوب والمبحرة من موانئ أوكرانيا. في الحروب تسعى جميع الأطراف إلى الاحتفاظ بأوراق ضغط تلوح بها كلما كانت المؤشرات على الأرض لصالح الخصم. كيف لو كانت هذه الورقة تهدد العالم بمجاعة جماعية؟ كييف زرعت الألغام في البحر كمن يضع العصية في العجلات لتمنع السفن المحملة بكميات كبيرة من الحبوب بالعبور. في الموانئ تقبع كميات كبيرة من الحبوب الأوكرانية. تقول كييف إنها محاصرة من قبل موسكو. ورقة المجاعة الجماعية يلوح بها الجانب الأوكراني ليطرح خياراً واحداً لتصدير الحبوب، وهو تصديرها عبر ميناء أوديسا المحاصر الآن من قبل موسكو، في محاولة لفك الحصار عن الميناء من أجل الوصول إلى هدفين: تسويغ استلام صواريخ مضادة للسفن وجر السفن الحربية الغربية إلى فك حصار ميناء أوديسا بالقوة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن موسكو لا تعارض على الإطلاق استخدام ميناء أوديسا لتصدير المواد الغذائية،
في حال يضمن الجانب الأوكراني سلامة هذه الصادرات. واتضح فيما بعد أن كييف لن تنزع أي ألغام. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أنقرة: للوصول إلى اتفاق استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية بشكل مشترك، وبموجب هذا الاتفاق يتعهد الجانب التركي بتنظيف المياه من الألغام قبالة ساحل أوديسا ومرافقة السفن المحملة بالحبوب التي ستغادر الميناء، على أن تحل في البحر الأسود سفن حراسة روسية محل التركية، وتعود السفن على طول الطريق إلى مضيق البوسفور. يحاول شركاؤنا في الغرب تحويل مسألة الحبوب إلى كارثة عالمية، مع العلم أن كمية الحبوب تصل إلى 1% من الحبوب المصدرة، وهذه هي الأزمة غير موجودة قياسا إلى هذه النسبة القليلة، ونحن مستعدون لحماية أمن السفن التي تخرج من البحر الأسود، وروسيا لن تضع العراقيل للحل. تخبطات سياسية واضحة للدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، يتحدث عنها رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشسلاف فولودين بأنها تشهد مقاييس مزدوجة، وأن على الساسة والموظفين الأوروبيين حالياً أن يشرحوا لماذا يجب على مواطنيهم أن يتحملوا ارتفاع الأسعار التي سببها بايدن، بالرغم من قرار الولايات المتحدة حظر توريد النفط والغاز والطاقة الأخرى من روسيا، وتصريح الرئيس الأمريكي بأن الموانئ الأمريكية لن تقبل النفط الروسي، فإن معطيات دائرة معلومات الطاقة بوزارة الطاقة الأمريكية تدل على خلاف ذلك، حيث تضاعفت إمدادات النفط من روسيا في آذار الماضي تقريباً مقارنة مع شباط الماضي، فعلى من يكون حظر النفط الروسي في هذه الحال؟ في واقعة وصفها بأنها ابتزاز، كشف أنطولي أنطونوف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أنه تلقى رسالة تدعوه إلى اتخاذ موقف معارض لسلطات بلاده. وروى رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الولايات المتحدة على شاشة القناة التلفزيونية الروسية الأولى أنه تلقى رسالة حملت مقترحا بإدانة تصرفات الرئيس الروسي. من جانب ثان، أكد أنطونوف أن الحوار السياسي بين روسيا والولايات المتحدة وصل إلى مستوى منخفض غير مسبوق، ونقل موقع روسيا اليوم عنه قوله إن الحوار السياسي الروسي الأمريكي عند مستوى منخفض غير مسبوق، وتم تقويض الثقة وينهار التعاون حتى في تلك القضايا التي تمثل اهتماما مشترك واضحا، والتواصل بين الجانبين محدود ويقتصر على مناقشة القضايا الفنية. وأوضح أنطونوف أن تعامل السفارة الروسية مع السلطات الأمريكية تم تجميده بمبادرة من الجانب الأمريكي، مشيرا إلى أن الحوار الاستراتيجي تم وقفه أيضا بمبادرة من واشنطن في 25 من شباط فبراير الماضي لأجل غير مسمى. واجهت إيران انتقادات فنية للتقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي قدم إلى أعضاء مجلس محافظيها. وكتب المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي مذكرة خاصة اعتبر فيها أنه يجب على الوكالة عدم توثيق أو الاستناد إلى المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال أنشطة التجسس أو الادعاءات والمزاعم التي تم الحصول عليها من خلال مصادر غير موثوقة. وأكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على وجوب تفادي أن تصبح الوكالة أداة للضغط السياسي على بعض الدول أو أداة لمكافأة ولائها السياسي. طريق أحيائه متعثر، من فيينا مجددا ملف إيران النووي عالق دون إمكانية التوصل إلى حل. مشاريع عدة جرى بحثها في المجالس الدولية سابقا لم تجدي نتائج ملموسة، آخرها مشروع قرار أوروبي أمريكي مشترك قدم إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التساؤلات العالقة حول برنامج إيران النووي، وفي بنوده دعوات لطهران للتعاون التام مع الوكالة. الغرب عنون مشروعه هذا بنفاذ صبره حيال هذا الملف المتعثر في ظل ادعاءات موجهة بخروج إيران عن التزاماتها القانونية بمشروعها النووي. طهران ترى أن مشروع القرار هذا سيكون له تأثير سلبي على سير التفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الهواجس من اقتراب طهران من نسبة 90% من تخصيب اليورانيوم تتزايد، وخاصة
أن المجتمع الدولي يعتمد على تقارير الكيان الإسرائيلي الاستخباراتية في تقييم البرنامج النووي الإيراني. في آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعي بأن إيران ضاعفت مخزونها من اليورانيوم المخصب 18 مرة عما هو مسموح به بموجب الاتفاق. لا يمكن أن تكون الإحصائيات الإسرائيلية بغير هذا الصدد من التصعيد، وتبقى بمثابة شوكة في إكمال سير التفاوض، عدا عن مطالبات تل أبيب للمجتمع الدولي بمزيد من الضربات الاقتصادية والسياسية لإيران، تكفلت هي بالضربات العسكرية دون حساب تلك العواقب. لكن الرد القادم من الاتجاه المعاكس قال: سنجعل تل أبيب وحيفا على الأرض إذا ارتكبت إسرائيل أي خطأ. قالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي إنه سيكون هناك رد قوي وواضح من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والعالم إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية. وتأتي هذه التصريحات بعد أن أطلقت كوريا الجنوبية والقوات الأمريكية 8 صواريخ أرض-أرض في وقت مبكر من يوم الاثنين قبالة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية. رغم تغيب مصطلح الحرب الباردة بين الدول، ما تزال الكوريتان تعيشان أجوائها باستمرار. يبدو أن الرد بين الكوريتين له صنفين، إما أن يكون بمراشقات كلامية أو باستعراض كل منهما بما تملكه من قوة عسكرية. بثمانية صواريخ أرض-أرض أطلقتها كوريا الجنوبية قبالة الساحل الشرقي كان ليس مجرد رد فقط على الصواريخ الباليستية قصيرة المدى التي أطلقتها كوريا الشمالية، بل إشارة منها على أنها مستعدة لتوجيه ضربة دقيقة، وهذا ما أكدته وكالة أنباء تابعة لسول. مناورات يرافقها تصريحات ومراشقات أطلقتها كوريا الجنوبية وحليفتها الأمريكية خلال الزيارة الاستفزازية التي قامت بها نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي تشيرمان، والتي كان عنوانها العريض تحذير من مغبة أي تجربة نووية تجريها كوريا الشمالية. وعادت أمريكا توريط حلفائها لدعم قراراتها التي تتبناها وحدها والتي تتفوه بها وحدها. أي تجربة نووية ستكون انتهاكاً تاماً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وسيكون هناك رد سريع وقوي على مثل هذه التجربة. أعتقد أن الرد لن يكون فقط من جانب جمهورية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، بل إن العالم بأسره سيرد بطريقة قوية وواضحة. استعراض الدولتين كانت بـ20 طائرة مقاتلة، بينها طائرات F-35 الشبح. وفي بيان قال فيه الجيش الكوري إن الدولتين أظهرتا قدراتهما القوية على الضرب بسرعة وبدقة في مواجهة كوريا الشمالية. الولايات المتحدة، والتي دعت الأسبوع الماضي إلى فرض مزيد من عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية بسبب إطلاقها صواريخ باليستية، يتغيب عن أذهانها ما تقوم به من استفزازات وتدريبات عسكرية مشتركة في منطقة تشهد في أساسها توترات بين الحين والآخر. انطلق آلاف المهاجرين غير النظاميين ضمن قافلة للهجرة صوب الحدود المكسيكية الأمريكية بالتزامن مع انعقاد قمة الأمريكيتين في لوس أنجلوس، والتي تبحث عدة قضايا وفي مقدمتها الهجرة. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن القافلة التي انطلقت من بلدة تاباتشولا جنوب المكسيك تضم الآلاف، من بينهم نساء وأطفال قُصّر ينحدر معظمهم من أمريكا الوسطى والجنوبية، لتقطع أكثر من 3000 كيلومتر صوب الشمال. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه القافلة تسعى إلى أن تكون ورقة ضغط على قادة القارة الأمريكية المجتمعين في لوس أنجلوس، بينما يأمل الرئيس الديمقراطي جو بايدن في التوصل إلى اتفاق إقليمي حول الهجرة في ظل انتقادات الجمهوريين لسياساته في هذا المجال. لم يتبقى في نشرتنا إلا تذكير بالعناوين. للمرة الثانية منذ بداية العام، تمرين مشترك للقوات الجوية السورية والروسية يحاكي التصدي لطائرات معادية. لافروف في أنقرة: موسكو أعلنت استعدادها لضمان مرور سفن الحبوب الأوكرانية، وروسيا ترفض الاتهامات الغربية والأوكرانية لها في أزمة الغذاء.
وتوترات آسيا تتصاعد، الولايات المتحدة تهدد برد سريع وقوي على أي تجارب نووية لكوريا الشمالية. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء.